مساء الخير مشاهدي يوتي في حلقة جديدة من برنامج هاتريك، ورحب بضيفي في هذه الحلقة المدرب القدير والكابتن أيوب وديش. أهلا وسهلا بك كابتن، نورتنا وشرفتنا في برنامج هاتريك. شكرا جزيلا، سعيد جدا اليوم أول مرة. سعداء أكثر إن شاء الله بعد 20 سنة يمكن بالإعلام. أكيد. أول لقاء وياك. أكيد يعني هو يعني أنا بالإعلام قليل أطلع في هذا. صحيح، شكرا لتلبيتك الدعوة. نبدأ الحلقة بأبرز العناوين. لاعب دهوك بيتر غورغيس وفي حديث خاص لهاتريك يروي تفاصيل حصوله على الجواز العراقي. فريق الزوراء يواصل تحضيراته قبل مواجهة فريق النجف في الجولة التاسعة من عمر دوري نجوم العراق لمرحلته الأولى. عضو لجنة المحترفين أحمد الفلوجي يؤكد أن أوراق اللاعب بيتر غورغيس بحاجة إلى بعض الإنهاءات ليتسنى له المشاركة في التصفيات المونديالية. على طاولة هاتريك الليلة أيوب أوديشو يفتح قلبه ويقلب الأوراق المطوية. اهلا بكم من جديد مشاهدينا، كانت هذه ابرز العناوين. اليوم فريق الزوراء خاض وحده تدريبيه على ملعب التدريب الخاص بالفريق، وطبعا بحضور الجميع مع عوده جلال حسن حارس مرمى الفريق وكابتن وقائد فريق الزوراء الى التدريبات بشكل تدريجي خلال الايام الماضيه. فريق الزوراء يستعد لمواجهه النجف اللي تغلب طبعا على فريق نفط ميسان بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الثامنة، وبالمقابل الزوراء تعادل مع القرمة بدون أهداف سلبيا بالجولة الثامنة أيضا على ملعب الرمادي. والله مثل ما تعرف يعني هو الاستقرار ممكن ما يجي بيومين أو ثلاثة أو خلال أسبوع، مثل ما تعرف يعني ممكن عمل مؤقت صار تقريبا بالتحديد يعني عمل فعلي هو ما يتجاوز الأسبوعين، لكن أنه بالفترة الأخيرة ممكن أنه وفر بعض الأموال لبعض اللاعبين. مثل ما تعرف أنه بعض مستحقات اللاعبين صارت تقريبا فترة طويلة من الموسم الماضي يطلبون بعض المبالغ، لكن بالنسبة للأمور المادية يعني حلت بالفترة الأخيرة، وإن شاء الله نتمنى أنه الفريق يظهر بشكل أفضل في سبيل أنه تعرف فريق الزوراء مطالب بنتائج إيجابية، وإن شاء الله يعني بعد يعني حل المشاكل الإدارية إن شاء الله الفريق يكون بالفورمة بإذن الله. طبعا مثل ما تعرف أنه فريق القرمة فريق محترم، جدول الترتيب انت اعتقد انه مطلع عليه انه فريق محترم ونتائجه زينه وعنده لاعبين عناصر يعني مهمه كلاعبين من نادي القوى الجويه استقطبه والزوراء والشرطه، وفريق محترم واحنا قدمنا مباراه طيبه واكثر احنا كنا الجانب الاحسن بالمباراه، لكن الحمد لله شكر ما حالفنا الحظ بنطلع بالنقاط الثلاث. اما الموضوع اللي طرقت له انه الجمهور هذا من حقهم، ونادي الزوراء مطالب يعني كلاعبين وجمهور نادي الزوراء يطالب اللاعبين بالنتائج الايجابيه، لان هذا نادي الزوراء نادي كبير تعرف انت. اتمنى من مباراه النجف نحقق نتيجه ايجابيه، تعرف فريق الزوراء فريق منافس على اللقب دائما، فاتمنى انه هذه المباراه تكون هي نقطه تحول نقطه ايجابيه للفريق حتى يعزز فريق طريقنا بسلم الترتيب. كابتن، فريق الزوراء مر بفتره صعبه بالفتره السابقه من مشاكل اداريه وغيرها من الامور، اليوم شلون وضع الزوراء؟ والله بصراحة خلينا نقول ممكن أفضل ممكن أحسن، أنه تحسنت بعض الأمور، تعرف يحتاج إلى عمل كبير، لكن الآن الوضع أفضل وإن شاء الله أمور إيجابية. حقيقة نشكر أنا شخصيا ذكرت نشكر كابتن فلاح سابقا اللي عمل بهذا النادي، تاريخ اسم تاريخ أتمنى أنه ما يسائله، ونشكر الهيئة المؤقتة اللي جاي تعمل حقيقة بحرص وجهد حتى توفر متطلبات اللاعبين. إن شاء الله نوعد الجمهور أنه بعد التعادل اللي صار نحقق ثلاث نقاط ونحقق ما يريده الجماهير ان شاء الله. وضع الفريق شلون؟ والله مثل ما تعرف يعني بعد التوقف اللي صار الحمد لله يعني صح تعادل صار، لكن يعني كان مستوانا طيب، وان شاء الله نوعد الجمهور انه بالايام الجايه راح يشوفون شيء مختلف ان شاء الله. متابعة أخيرة، لاعب فريق دهوك بيتر غورغيس اليوم حصل على الجواز العراقي وأصبح متاح الآن لتمثيل المنتخبات الوطنية. زميل أحمد سعيد التقى بي وفي لقاء حصري لأول مرة
في بلقاء تلفزيوني، راح نتابع شنو اللي قال عن هذه بهذه المناسبه، اولا حصول على جواز العراقي وايضا عن تمثيله للمنتخب الوطني في حال تم اعطاء الضوء الاخضر من قبل كاساس لاستدعاء الى تشكيله المنتخب. بيتر، بالبدايه بارك لك اكتمال اوراقك الرسميه واستلام الجواز العراقي، بالتالي اصبحت متاح لتمثيل المنتخب الوطني في خليجي 25 مثل ما اعلن اتحاد كره القدم في موقعه الرسمي. Thank you very much. It's a very هذا يوم كبير بالنسبة لي لأني حصلت على الجواز العراقي وأنا سعيد جدا الآن لأنه شرف كبير. كما أتقدم بالشكر لرئيس الوزراء محمد الشياع السوداني ووزير الداخلية وجميع الذين وقفوا معي لأكون لاعبا للمنتخب الوطني. قبل الحصول على الجواز يعني في بداية يعني الحديث عن إمكانية استلامك الجواز، يمكن اتصل بك والدك، اتصل بك وزير الداخلية سيد عبد الأمير الشمري، شنو كانت ردة فعلك في هذه اللحظة وأنت كنت تنتظر هذه اللحظة من فترة طويلة؟ في البداية تلقيت اتصالا من والدي وكان شعورا لا يوصف عند سماعي خبر منح الجواز، وكنت سعيدا جدا لأن انتظرت هذا الأمر بفارغ الصبر وأشكر الله على ذلك. خليني أسألك أيضا عن يعني ردة فعلك أو شعورك بعد اتصال رئيس اتحاد كرة القدم الكابتن عدنان درجال الشخصي بيك وأبلغك بأنه أنت اليوم أصبحت لاعب متاح لتمثيل المنتخب الوطني، بالنتيجة هو المنتخب الوطني العراقي حلم لكل اللاعبين. عندما تلقيت اتصال من الكابتن عدنان درجال شعرت بصدمة بعدما سمعت أني سأمثل العراق، وأنا أعرف شعور اللاعبين عندما يمثلون المنتخب العراقي وأنا فخور بذلك وأنتظر منح الفرصة للانضمام إلى الفريق. بما أنه يعني تحدثت عن الفرصة، الجمهور شاهدك، الجمهور العراقي شاهدك بشكل أكبر مع فريق دهوك، مستوى كبير قدمته، أداء ممتاز، بالنتيجة الجمهور يعول عليك بشكل كبير خلال الفترة القادمة من خلال تواجدك إن شاء الله في قائمة المنتخب الوطني في خليجي 25، وشنو طموحك خلال المشاركة مع المنتخب في هذه البطولة المهمة؟ أنا سعيد جدا بحب الجماهير لي وعشقهم للاعبين والمنتخب الوطني، وأنا متفاجئ جدا بهذا الشيء وأطمح بأن أكون متواجدا في البطولات القادمة وأن أساهم في إسعاد الشعب العراقي وأن أكون بحجم هذه المسؤولية. يعني قلت أكيد عندك تواصل مع أصدقائك لاعبي المنتخب الوطني تتحدثون في هذا الموضوع ومدى أهمية التواجد مع المنتخب الوطني، وأنا أعرف يمكن بأنه أمير العماري كان له دور كبير أيضا في هذا الموضوع وكان دائما يتحدث وياك بأهمية التواجد مع منتخب العراق. بكل تأكيد أنا أتواصل مع بعض لاعبي المنتخب الوطني خاصة مع أمير العماري، وأنا أفتخر بأن أكون ضمن كتيبة المنتخب العراقي وسأبذل قصارى جهدي لتقديم مستوى جيد مع المنتخب الوطني في المستقبل. أيضا أسألك عن اللاعبين العراقيين، ما أنه أنت لاعب تتميز بالمهارة، من التابع من اللاعبين العراقيين وتعتبره قدوة لك ودائما تشاهده وتحاول تتعلم من عنده؟ أنا أتابع لاعبي المنتخب خاصة أمير العماري الذي أعتبره بمقام أخي الكبير وهو من حفزني لتمثيل العراق، كما أتابع أيمن حسين وعلي جاسم وزيدان إقبال، وأنا أحلم باللعب مع المنتخب الوطني في البصرة وأنتظر هذا اليوم بشغف كبير. بالتالي اليوم من سنوات طويلة المنتخب الوطني يلعب خارج أرضنا، حلم للاعبين اللعب في ملعب البصرة أمام هذه الجماهير الكبيرة، قلت أكيد تنتظر بشغف اللعب في ملعب البصرة.
Yes, of course. It's not many places. بالطبع أنا متحمس للعب في البصرة، ولن ترى الجماهير التي تحضر قبل ساعات من المباراة في بقية بلدان العالم، وأنا متحمس ولدي شغف كبير لأعيش هذه الأجواء وأن أكون بحجم المسؤولية لتقديم شيء جيد لبلدي. خليني أسأل أيضا عن كيف يعني تشاهد المنتخب الوطني مع كاساس، مشوار المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم، وأيضا إمكانية التأهل إلى كأس العالم، هذا الحلم اللي تنتظر الجماهير العراقية بشغف منذ عام 2006. منذ سنوات طويلة وأنا أتابع المنتخب العراقي وأتمنى أن أكون جزءا منه، والمدرب كاساس يقوم بعمل جيد جدا، وأتمنى أن أكون جزءا من التأهل لكأس العالم، وأرى أن فرصة منتخبنا الوطني بالتأهل جيدة حاليا. شكرا لبيتر جورجيس، وضح الكثير من الأشياء. محور الحلقة مع الكابتن أيوب أوديشو بعد تقرير نزيه الركابي وحيدر محمد. اسم تدريبي لا يحتاج إلى تعريف، لا تخطئه العين، أشهر من نار على علام، قد لا تزين الابتسامة وجهه كثيرا، لكن الجميع يرون فيه ذلك الإنسان المحترم الذي يحمل قلبا أبيض يسع الجميع، المدرب المربي الذي صنع أجيالا تلو أجيال وعاصر نجوما تلو نجوم، ويعد بلا شك أحد العلامات الكروية المضيئة في العراق. ذلك هو أيوب أوديشو، قديس الشجاعة وراهب كرة القدم العراقية في عصرها الحديث، المدرب الذي لا تعلو وجهه الصفرة مهما زاغت الأبصار، يعوم في بحر التدريب ويعرف الفبائيات اللعبة، ويعرف كذلك ما ورائيات كرة القدم في الأندية الجماهيرية وكواليسها، فمثلما يوجد داخل كل إنسان صندوق أسود يمتلئ بصفحات من أسرار حياته، فإن صندوق أوديشو الأسود مليء بأسرار الأندية من الرؤساء حتى البوابين. قد أكون أنا صاحب السطور مسرفا في المديح والعبارات الطيبة لهذا الرجل، لكنه يا سادة أيوب أوديشو الرجل الذي نكن له جميعا احتراما لا حدود له، الرجل الذي عاش عمره بسلام ولا يفتح فمه إلا للعمل، ويسجن لسانه في فمه حينما تشهد الجلسات القيل والقال، ذلك الذي يراه كل محب إنه أشبه بفارس يمتطي ظهر أصيلته، يحرق نفسه في المنطقة الفنية كالبخور محاولا نثر عبيق الفرح في المدرجات، وقبل ذلك يختلي في دكته ليناجي الرب أملا في عودة حمامته، وحتما ستعود لأيوب حمامته. شكرا لنزيه الركابي وحيدر محمد على هذا التقرير، ورحب بك كابتن. وأشكر على التقرير وأشكركم. أهلا وسهلا بك. يعني احنا تكلمنا شوية انه كنزيه شبهك بانه دائما المصطبة ودكة البدلاء والمنطقة الفنية للمدربين، ما تعم بي المشاكل والله يساعدك في بعض المباريات يعني، صح؟ واحنا بصراحه اريد انطيك حقك، وبهاي المسيره الكبيره اللي انت بيها
مع 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 الأندية الجماهيرية، مع الأندية اللي دربتها، مع كرة القدم بصورة عامة وبصورة خاصة بالعراق والأجيال اللي دربتها واللي تخرجوا تحت إيدك؟ وهذا يعني شيء بسيط من عندنا احنا كأعلى، بس ما أعرف شلون احنا نجازيك، لكن هذا تقرير شيء بسيط. الله يبارك لمسيرتك. شكرا جزيلا. شكرا يعني لك جزيلا، مشكور، لأن تقرير يعني بمشاعر حلوة. شكرا لك، اتمنى لكم كل الخير. ضحكت بالتقرير؟ ضحكت زين هسه؟ ضحكت انت دائما، ما تضحك؟ لا، والحد الابتسامه ما تغيب عن وجهك في المباريات. تقريبا لكن اغلب الاحيان حتى لكن لو فايز. خارج نعم، حتى لو فايز يعني، حتى لو عفوا يعني، حتى بالدوري ممكن يعني، اذا بطوله ما اخذين، اذا كاس، اذا مباراه، من بعض الاحيان يعني ما يعني المشاعر الداخلية تكون أكثر فرح أكيد، بس ما تظهر يعني، تكون فائز واللاعب جيد والفريق جيد وإلى آخره، يعني أكيد راح تكون فرحان، لكن بعض الأحيان هي هذني المشاعر تكون داخلية مكبوتة. أنا بس قبل لا أدخل في الموضوع، بيتر غورغيس أنا أعرف عندك علاقة عائلية مع يعني أقربائك، هو وكيفن ولوكات أغلبهم أقربائنا يعني. أكو يعني صلت قرابة بينك جدا زين. شنو رأيك به؟ يعني أنا كان يتكلم عنه والده قبل إنه من كان صغير يعني إنه لاعب جيد، قلت له أبعد من يكون كبير، ودى الله كريم إن شاء الله نجيب البغداد على العراق نلعب. يعني من شفته وقالوا لي يعني، هو قبل هالفترة قد كان بإنجلترا برايتون انصاب وبعدين رجع للسويد، يعني لاعب جيد يعني، له بصمات خاصة مع دهوك أكثر من مباراة كان مؤثر إذا كان في صناعة الأهداف أو تسجيل الهدف. تسجيل الهدف. طيب بداية خلي أسألك اليوم سبب تواجدك في مقر اتحاد الكرة. البعض أكد أنه تقديمك شكوى على إدارة القوة الجوية بسبب بعض المستحقات المالية. يعني يعني أنا ما قايل لك، أعتقد يعني ممكن. لا لا، اليوم حتى يعني مثل الصورة يمكن لك مع أحد الأشخاص يعني، يعني أعتقد أن الأمور نوبات قد تكون يعني مو من ناحية إيجابية، يعني قد تكون يعني يعني أكو شيء بيننا وبين إدارة النادي، قد تكون أذن لازم تكون محصورة بيننا وبالاتحاد. أعتقد هاي مهمة جدا. أي لما كان جلسة إنه نتواجد إحنا والطرف الآخر اللي هو إدارة الجوية، محامي المحامي اللي ما 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 تواجد، فتأجلت أعتقد الجلسة، لا مو الأسبوع القادم، أعتقد بال 12 12 12 12. أي يعني بس هذني الأمور يعني، هو كان اكو نازل تنتهي يعني ان شاء الله. هو لا، هو الموضوع انه كان في اتحاد الكره الموقع الرسمي انه لجنه شؤون اللاعبين والمدربين انه نعم استدعاء كان يعني لممثل قوة الجوية بسبب شكوى المقدمه من المدرب ايوب وديش. يعني قدمت شكوى اخر شيء يعني، ما صار لها اقل اسبوع يعني، اقل يعني بعد ما صارت الاقاله اخر مباراه مع الزاخو اللي حدثني بها رئيس النادي في وقتها، يعني كان اسلوب غير حضاري وغير يعني. المهم احنا المدربين، احنا انا اقول لهم الاخوان المساعدين وكل المدربين اشتغلوا وياي، المدرب باي مكان يكون على طول يفكر انه تكون حقيبته او جنطته خلف الباب باي لحظه، انه ياخذ جنطته ويطلع. هاي مهمه لازم يفكر بها كل مدرب يعني على مستوى العالم كلها. لكن بالطرف الاخر يعني مو بهالدرجه تكون، لانه انا قدمت في وقتها قلت لهم يا نقول مدرب، اعتقد بلعبه نوروز شو مدرب يعني حتى يجي يكون افضل ونتفق احنا شنو اللي لكم هاي بعد الخساره ويا نوروز لو قبلها؟ لا لا، بعد الخساره، ولا هي اللي صار احنا شنا ماخذين قرار يعني اني والاخوان المساعدين حمزه وصادق والله احمد كان، لانه توقيعه قبل ما اجي توقيع غير يعني، عده اتفاقيه ويا النادي بغير شكل يعني. احمد غضير؟ لا، احمد جاسم. ها، احمد جاسم، احمد جاسم. تحياتي له، تحياتنا له. فاحنا بلعبه الشرطه، لانه بلعبه الشرطه انه ماخذين قرار انه انتهت خلاص، ما تعادلنا بلعبه الشرطه 1-1
فماخذين قرار انه نخلص. فما صارت انه لا تستعجلون، لانه صارت ضغوطات في وقتها يعني على جزء من المساعدين اللي هو مثلا كابتن حمزة والاخوان، فاخذنا قرار هذا. فما ما اتفقنا، فبدينا جت لعبة لعبتين اعتقد مع النجف مع الزوراء في وقتها، لعبة الكأس ولعبة لعبة الدوري. فجت لعبة نوروز فنفس الحالة، لكن لعبة زاخو تدري لأول مرة يعني، يعني أنا أدرب فريق يعني أخسر 3 مباريات متتالية يعني ما صح. ما صايرة عندي أبدا. هذا اللي صار، هذا اللي صار، أي هذا اللي صار. لكن الحالة اللي صارت يعني في وقتها يعني حالة المكالمة التليفونية، يعني عندك وقت نقدر نجتمع وراء المباراة، تكون شغلة مهمة مرتبطة، شغلة حضارية. شلون رئيس نادي احنا بالسيارة كنا نرجع يعني من سليمانية من زاخو، من زاخو يعني شغلة حضارية. اذا انت رئيس نادي انت ولا اعضاء اللي تعتبرون نفسكم اعضاء هيئة ادارية، 5 ولا 4 ولا 6 يعني اللي يحس نفسه انه نادي جوية كبير يعني بكل الامور، من تتفق اكو شيء مبدا يعني وجه لوجه تتكلم كلام يكون حالك حال بعض كل العالم. لو اما تكون بهذه الصيغه او انت تقعد بمكان لا تكون بمنطقه الاداره بمنطقه اللي متصدي للمسؤوليه اللي تواجه يعني اليوم واجهتني انا كأيوباني مدرب، انا على راس الهرم، انا اتحمل كل المسؤوليات. حتى تعرف تتحمل مسؤوليه الغير، تقدر تحمل مسؤولية الجمهور، تقدر اللاعبين الإداريين الكل، حتى تكون رأس الهرم أنت ولا بقية الأخوان بالإدارة. أما إذا ما عندكم القابلية هذه المواجهة، إذا ما تقدر تقود النادي ولا تقدر راح تقود النادي، راح ظل أمور النادي في تدهور. هذه قرارات، وهذا نادي عسكري، نقول لك نادي عسكري يعني اليوم كل انضباط لازم يصير به. ما يكون ضباط شو؟ لا يعني أنا أقول لك يعني إداريا يعني مو شغلة الإدارة يعني لأن الأمور مهمة جدا. عرفت علي؟ مهمة. اليوم أنا عدي مشرف فريق، مشرف فريق وين منهزم؟ خلصت اللعبة انتهت، أنت ولا غيرك تيجي تكلمني بالتليفون. رئيس النادي اتصل بيك اثناء عودتكم من زاخو الى بغداد، الاخوان موجودين، الاخوان كانوا مساعدين. اقدر اعرف شنو نص المكالمه اللي صار بينك وبينه؟ لا مكالمه يعني مكالمه يعني شلون ما تقول لك استقيل. تعال اخي قلت له انت شنو؟ انا استقيل موك موك. على اي اساس استقيل؟ شنو هو بباله غير شيء. انا اعرف يعني تدري احنا عقودنا من نوقع اذا استقاليت حتى المبلغ المتبقي يكون بذمه المدرب يعني يرجع اي يعني يرجع لهم. وهذا قصده ما اهم شيء. المهم هذا اللي صار. وتالي ثاني يوم اعتقد طلعت الاقاله بالتلفزيون. طلعت الاقاله اي اكيد زين. فعلى هذا الضوء يعني الاداره ما حد اتصل بي لحد احنا مثلا 3 أو 4 أشهر راحت راجعت يعني ما بد يوم واحد من عندهم شال التليفون يابا ابو اسحاق عندك شيء كذا محتاج شيء. يعني امور ادبيات مهمه. خادمين النادي مثلا باليوم اللي خدمنا النادي من 95 لاخذنا البطولات 95 و96 لحد 2001 2002 الله يذكره بالخير قائد قوة جوية وجه له تحياتي وسلامي اللي هو خلدون بكر خطاب فريق. يعني من شي تأجي مثلا سنة واحدة رحت لبيروت ورجعت الفريق ما قال لي تعال درب لأنه مدربنا راح يروح منتخب. وقتها كان كابتن هادي مطنة. قلت له ماكو اشكال. 6 لعبات 7 لعبات من ذاك الوقت لحد 2001 أعتقد يعني دينار واحد ما مستلم من النادي 95 96 هبة شنا نشغل النادي. خاف هم ما يعرفون يعني يجي لك واحد هسه الان اذا كانوا هم كاعضاء هيئه اداريه ولا غيرهم يعرفون وضعهم شنو هو الان بالنادي.
تحس انه انت يمكن ما تستحق هذا التعامل معك كان بعد هاي المسيره الطويله مع القوى الجويه والالقاب يعني اكو كلام اكو نوبات نجي اكو واحد اكو انسان ما اريد يعني اوجه له تهمه عفوا بهذا الشيء بس واحد نوبات تريد توجه اكو جزء من العقل تقول له لازم واحد يستحي على عقله يتكلم هذا الكلام عرفت علي شو يعني ماذا اقول له انه انت فلان شيء لا بس واحد لازم يستحي على عقله يتكلم كلام ما مراد انه عقله لازم يكون واعي وشد يتكلم ومع اي بوديش طبعا بس هو الشخص اللي ما يقدر يواجهك اكيد يكون هذا انت في وقتها قلت الان ضغوطات كانت عليك وعلى الكادر المساعد يعني ضغوطات شنو بس ضغوطات هم تم استقاله حمزه هادي لا كابتن حمزه خلقوا له فجوه بحيث يعني انا اقول لك يعني اولا الشخص يحب النادي كابتن نادي الجويه كابتن المنتخب صار عندي لاعب يعني انا وانت تثق به عندي يعني شو جايبه مساعد بال 2021 هم كان جاي هو وجاسم صح مو فانخلقت نوبات اكو ناس تخلق مشكله حتى على طول يخلقون هاي المشكله يعني تصور يعني بين فتره وفتره مو بس يعني انا هسه من ترجع نوبات اكو الاخوان المدربين اللي عندنا سابقا يعني هم يعني يتكلمون يعني يخلقوا لك مشكله ماكو مشكله يخلق لك مشكله بالفريق بالمدرب بالمساعد جمهور حتى لا يمشي الفريق بشكل صحيح ليش هم يعني بالهم غير مكان في غايات يعني هو غايات هو خلي له الغايات اذا هو عنده غايات ما تقدر تعبر علينا فاحنا نوبات كنا سلسين لانه احنا نحب مصلحه الفريق كنا نحب مصلحه النادي يعني الفريق ماشي اذا كان كان ماشي بالدوري ولا البطوله الاسيويه يعني فريقنا يعني طلع من البطوله الاسيويه خلينا نقول مو ظروف وانما هذا الوضع اللي صار انه فريق ممكن خسر 9-7 الفريق الاوزبكي هو كان الاضعف الفريق بالبطوله اللي خلى الموازين تختلف فهذه مشكله يعني انخلقت بالنادي يعني انخلقت من قبل ناس مؤثرين لا هو يعني شنو انت جدا بسيطه بنادي الجويه بتري تخلق مشكله جدا بسيطة يعني مو فد شيء يعني اليوم 5-6 يقدرون يطلعون على أيوب أيوب يحركهم على فلان وانت يحركون على حمزة يحركون على فلان اليوم هذا حج واحد يسجل للأخ يعني شغلة أطفال معيبة طبعا أكيد أرجع وأقول لك كرة القدم استقلالية بالعمل المهني إذا هم ما عندهم استقلال يعني أنا 91 اعتقد كنت عضو هيئه اداريه بنادي الطلبه ومدرب كنت ويا استاذ يحيى الله يوجه له الخير ويشافيه ان شاء الله لانه مريض صح يعني وضعه لحد الان يعني ما حد قام له بالواجب نتمنى ان شاء الله هذا الشخص اللي خدم اذا كان النادي ولا العراق ولا المنتخب المهم يعني اشتغلنا بالاداره ويا الدكتور علي ما يعني ما عندنا اي ظروف ولا قبل من اشتغلت أنا مثلا راحت الإدارة إجا غيره مثلا عمر سبعاوي إجت بالجوية فريق خلدو ماكو شيء أكو شخص واحد يقود الفريق يقود النادي ممكن أكو اختلافات تقعد بالهيئة الإدارية أكو اليوم إحنا 5-6 اليوم مدرب مو كل شيء تعال تقعد أمام الإدارة يعني شو أنا هسه مثلا أكثر من مرة كنا نقعد أنا وكابتن فلاح نقعد اكو شغلات هي هاي وحده هاي تنتين مثل ما عليك اكيد هو انا وياه اذا اكو عليك واكو علينا تدري اكو امور ظروف الماليه بالبلد تحتم عليك انه لازم تتناقش لازم تتساير ويا الفريق مو انا اليوم الظروف الماليه تصير عائق اقوم اطلع بالتلفزيون والله انا انطيت كذا مبلغ لو ما اني كان النادي ما حد داس علي دكتور مبلغ ولا تتكلم صح لو لا انا اليوم دا اخدم النادي لو اسكت وتاخذ فلوسك انت تاخذها بالنهايه فلوسك قبل اللاعب قبل اللاعب اكيد 100% من تجي الفلوس ياخذها ما يظل مديون اكيد ياخذ زين هذا موضوع
خلي يمكن هاي المشاكل كلها اللي كانت في هذا الموسم، انت كنت رافض انه تدرب، انه كنت رافض تدرب الموسم الماضي، ولكن الكل تفاجأ بصراحه بانه كابتن ايوب اودي شو وتعاقد مع الجويه. يمكن اكو بعض اللاعبين ما وقعوا لكن اتصلت بهم انت ووقعوا، وانت ما عالم لي يعني هم من وقعوا وانت ما موقع. هو هي في وقتها يعني كان اكو لاعبين انه وين اتجاهه، كان يعني كنت ما عندي اتجاه، بس اكو لاعبين كانوا عندنا كنت انصحهم انه انت بهذا النادي اليوم، انت بالزهرة مثلا صار لك 5 سنين 6 سنين، او بالجوية صار لك 4 5 سنين، مثلا تكلمت مثلا ويا كرار نبيل، تكلمت ويا محمد علي عبود، اكثر من ويا ميثم، انتم بهذا الفريق صار لكم 4 5 سنين، ليش تطلعون؟ يعني هذا فريقكم قبل ما اجي للتدريب، يعني قبلها وين؟ قبل ما ينتهي الدوري. قبل ما ينتهي الدوري الموسم اللي طلعوا الثاني اعتقد الثالث. صح. يعني هذا فريقكم، يعني اليوم انت يعني اليوم سوء النتائج، عندك اختلاف ويا فلان شخص، فهذا كان هذا الموضوع. وراها عفتهم شفتهم، واحد راح للطلبه واحد للزهراء اعتقد، يعني اختلفوا واثنين للزهراء والبقيه والى اخره. يعني هذا الفريق كان 5 لاعبين اعتقد من اللي اخذوا البطوله الدوري والكاس. زين، تعتقد انه النجاح لم يحالفك او لم يحالفك خلال او الحظ، خلينا نقدر نقول الموسم الماضي بعد ما كان فريق الرجوع يعني كان ضمن النجوم؟ لا لا لا، نوبات الحظ، الحظ ما هي مو كل النجاح او الحظ. لا اي انت ما انا الحظ ماكو 1% 2% الحظ. هذا الحظ. اما تيجي تقول لي انا الفريق اليوم اللعبات متصدر 11 نقطه 12 نقطه ها في 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 ظروف كثيره مثلا تمر عليك، الظروف الكثيره شنو تمر عليك اليوم؟ من يصير اختلافات، يعني اختلافات مثلا يعني اليوم فلان لاعب او فلان لاعب او فلان لاعب او فلان لاعب، اليوم انا لازم اساويهم، انا اليوم ما اساوي ايوب اكثر من غيره، بس بالعالم كلها اكو شيء مثلا عقود، اليوم انا اخذ عقدي اكثر من عندك، بس هذه العقود لازم ما حد يعرف بيها يعني بينك وبين اللاعب، مو اني انشره والله اني هذا نطيته كذا، هذا نطيته مو، وبعدين من تطي مبالغ مثلا تطي لهذا اللاعب وذاك اللاعب ما تطي، فما تصير هذني توازن بالعمل الرياضي، من تتوازن بالعمل الرياضي توازن بكل شيء، يعني الكل سوى حتى يعرف مقامه بالملعب شنو، ياخذ مبالغ مالته لكن بوضع يكون متوازي، مو اني اعلي لاعب على جزء على لاعب اخر حتى تصير حزازيات بين الفريق، حتى تصير حزازيات. هاي واحد. اثنين، يعني ليش اقول نوبات؟ واحد يستحي على الاقل نوبات، اكو شغله مثلا انا جيت اعتقد وقعت العقد 6 8 يعني بهالتوقيت، وماكو اسبوعين اعتقد كان عندنا بطولة آسيا. اي قبل هذا كان سعد عبد الامير اللي قلت له وقعوا سعد يفيدنا سعد، وراها ما فتره محمد رضا، محمد رضا، بس هذول انا يعني موقعهم بهاي الفتره ما عدي غير بس وقعتهم. زين الاجانب واللاعبين، من يقول لك هسه انا جبت الاجانب كلهم، جبت اللاعبين كلهم، ليش اليوم انت بدائره ضيقه تكون اجانب انت جايبهم من فريق يفوز، الدائره الضيقه تنفتح تكون انه انت الكل، باكر من تكون مثلا النتيجه غير، والله الفريق ما كان زين، مو الفريق ما كان زين، ليش ما كان زين؟ يعني نوبات كل اللعبات يكون زين؟ زين انتم جبتوا الاجانب طلعناهم اللاعبين قدام يابه، هذا الوضع، اكو وضع ثاني يكون افضل المحتاجين لاعبين 1 2 3، مو هو هذا الفريق كان محتاج له، فريق كان محتاج له مثلا بس مهند عبد الرحيم كان موجود مهاجم، كان ايمن مو موجود بالمغرب نهى عقده، بس اي هو كان ايمن اجى وحسين جبار تواجد، هذول الاثنين يعني كان يحتاج لنا اماكن حساسه بالفريق وانتهت. زين عضو اداره نادي القوى الجويه حمادي احمد، الكابتن حمادي احمد كان ضيف معي في برنامج هاتريك، ما اي لكن
ومن خلال سؤالي رمى أسباب عدم النجاح وعدم التوفيق الموسم الماضي على عاتق الجهاز الفني. من حقه، بس من يفوز الفريق يقول لك أنا جبت الفريق زين، على شنو شنو اللي الجهاز الفني ما قدمه للفريق؟ وحتى ذكر قال كلها زين، حتى ذكر قال ما في المحترفين كان بيدكم أنتوا كجهاز فني، بيدك أنت اختاريتهم. ال- ال- الكذب لو عليه جمرك وضريبة ما حد ما كان يكذب. كلام مو صحيح كان هذا؟ طبعا يعني ما أول أنا كنت متفق على ثلاثة أجانب ونطيتهم الأسماء مالتهم والسيفي لهم كامل، عندي واحد مهاجم واثنين لاعبين النص اللي هم لاعبين النص مثلا، أكو لاعب انتقالي لأنه عندي لاعبين مثلا عندي إشهاب وعندي سعد بهذا المركز، وعندي لاعب الانتقالي اللي أقدر وعندي يوسف فوزي، هذول ثلاثة. عندي لاعب آخر اللي هو كان كابتن النادي بألباني، والأخ كرواتي، والأخ اللاعب المهاجم، فظلوا يماطلون عندنا تونسي وراح نجيب المغربي، وظلوا. فبوقتها حمزة قال لي أبو إسحاق ترى هذول ما يريدون يجيبون لاعب، هذول يريدون هم يجيبون اللاعبين اللي هم يريدوهم. أكو غاية؟ أكيد أكو غاية، من هم يريدون يجيبون ما يجيبون. يا اتصلتوا بهذا؟ ها والله نسينا اليوم راح نتصل بي. اللاعب الأجنبي اللي بأوروبا يلعب مو مثل هنا، هذا يعيش عائلته من يكون عنده عقد، بس راح العقد انسدت الانتقالات بعد خلاص انتهى، يكون عاطل عن العمل، ماكو بعد لعب، هو لاعب، هو مهنته لاعب. هو ما ينتظر الفريق، والله ينتظر فلان لاعب يصحى من النوم بالأربعة الظهر الأربعة العصر يجي للنادي يعود يباوع لهذا. زين افتهمت عليه شلون؟ افتهمتك. ما يصحى بهالوقت، راد لك واحد يكون ملم حتى يكمل الأوراق، حتى موافقات، مو أنا والله خابرت فلان رأي. والله اليوم الرئيس النادي التونسي قال لي فلان شو باشر راح يعطيني شو. يا أخي أنت اليوم عندك عقود بسرعة، مشيناها لأنه ظرف الفريق كان جيد. نعوف الفريق ونطلع؟ لا يصير؟ بس يقول لك هذا انهزام يصار. هاي واحدة. هاي الأسباب اللي يقول لك زين أنت تسعة زين أنت 8 إلى 9 قال لك ما أدري أنا همس ما عاد قال إنه قبل أسبوع إنه أي واحد يوقف ما قبل أسبوع ما أي واحد يوقف على هذا المصطبة كان أخذ دوري. تعال أنت روح ادخل دورة، عندك فلوس مو تقول عندي فلوس، روح ادخل دورة حالك حال البقية وتعال وقف على الخط. اي ويا ما اعرف عندك هسه كل الناس تدخل، مو انه انا لاعب لازم او هي ادارية حتى روح ادخل انت وغيرك وادخل دورة وتعال. مثل ما العالم صرفت على نفسها وكونت نفسها كمدربين صرفوا على حالهم حتى صاروا مدربين حتى يجي يكون مدرب مو واكو ناس كثير هسه خطية يعني واي ناس مثلا يعني اللي أخذ دورته بقطر ولا بعمان ولا بأوروبا ما حد وقت للعمل هسه صح؟ تعال صح. أنت اليوم روح أخذ دورة وتعال أوقف على هذا وجيب لك لاعبين تريدهم وعندك القابلية إذا عندك إشي قابلية مو؟ كان تحس أنه محترامي لك لكن انتقاص إن عندك؟ هو الجاهل تكرمه بالتجاهل، أكو ناس جاهلة تكرمه بالتجاهل لأنه بعض الأحيان نوبات مثلاً واحد إذا بده يغرق هم يبيعوا له المي حتى يغرق بعد أكثر. الفريق هيك صار، شلون كنت تشتغل؟ هيك شلون كنت تشتغل بوسط هاي الأمور هذا الفريق وهاي الأجواء؟ هذا الفريق يعني يعني مو بس يعني بأي مكان من تشتغل لازم تكون مهني، أنت تحب مهنتك صح. اكو امور مثلا يعني اكو نوبات يعني شنو اقول لك هسه شو خلي يطلعون شنو الاكراميه 5 مليون 6 مليون عندك 30 لاعب وما ادري 6 اداريين واربع 6 مدربين وعندك الشباب اللي يعاونونا بالملعب يعني بالملعب اللي والناس اللي يوصلون الفريق مثلا اللي كل واحد 50,000 يعني مثال اللي تطلع انه 5-6 واكو لعبات ماكو مواد لعبه لعبتين ماكو يعني بعكس اكو انديه يعني يابا خلوها من تريد هذه
اللاعب العراقي يعني حتى الحافز مهم يعني بغض النظر عن عقده، يعني لو تعطيه مثلا 50 يحس بالحافز انه اليوم تقييم له. ليش يسموه حافز؟ صح ولا لا؟ صح. تعطي حافز اليوم عنده لعبه فاز بالمباراه تعطي. زين، من يتحمل الاخفاق الموسم الماضي؟ انت من وجهه نظرك كمدرب وانت هاي كميه الخلافات والاختلافات، احنا اريد اسميها في وجهات النظر، انت شبهت وانطيت مثل قلت الغرقان يجون يطول مي، يبيعوا له مي، يبيعوا له مي، هو اذا شافه واحد غرقان يطول يبيع يعني حتى يطلع. هم شنو هو الغرقان شي يريد يطلعه؟ هم لا يبيعوا له مي حتى بعد يغرق. زين، من يتحمل؟ من يتحمل الاخفاق؟ زين، هذا الانقلاب اللي صار عليك كل بصراحه، كل اداره هي المسؤوله، لانه طالما هم سووا، حتى اكون صريح انا ما احكي على الادارات اول مره ممكن، مو لانه لازم توقفهم عند حدهم، لانه بدوا، لانه انا ما اطلع بالتلفزيون ولا باوع يعني هذين اللقاءات اتكلم على فلان واتكلم، هذه ما عندنا، بس هم لازم يوقفون عند حدهم يعرفون وين وصلوا. يعني تعرضت لانقلاب خلينا نقدر نسميه. لا يعني حتى يعرف وين وصلوا، يعني شنو اليوم مثلا من تسمع مثلا يريد يحرض لاعب، يريد يحرض، ما يستحي. زين، جمهور الجوية يعرف بهذا الموضوع؟ جمهور الجوية قسم من عندهم، قسم اللي هم يمشوهم. من إدارة تمشيهم؟ أكيد، يعني مثلا اليوم يطلع لك 3 4 5 يحجون مثلا على أحد المساعدين، على أيوب، على ما أدري من هو، ليش ما يحجون على الإدارة؟ حكوا على الإدارة يوم الاستفادة، اكو قسم من عندهم 1 2 3 البعض خمسة، من الجمهور 5 6 7 8 خلينا نقول، هذول ممكن يحضرون على 10، ممكن اي هاي موجودة ومعروفة. أني أقول لك أني لازم كان أنصر إنه هذول اللاعبين كان يجوا، لكن الفريق كان جيد وعده روحية جيدة وعده قابلية إنه يتجاوز هواية أمور. يعني المحترفين اللي اجوا بالبداية مو كانوا اختيارك؟ ما لي علاقة أنت، ما لك علاقة، اجيت وشفتهم. أني وصلت حتى الولد فرانك خطية اللي تعور، هو أفضل أنصاب اللي بمباراة أعتقد الحدود بالكود، من أفضل اللاعبين، إجا قبل المباراة أعتقد بثلاث أيام أربعة، مباراة اللي لعبنا ويا سبهان بأربيل، قالوا 4 أيام، كان يطلب مبلغ ما مبلغ، حتى في وقتك تقول له لا يجي بعد، شو نسوي به؟ بس ما عندك خيارات إنه سجل لاعب، بس هو لاعب يعني مميز، كان لاعب مميز، هو أثر على الفريق بواي. أثر فرانكو، أي فرانكي، أي فرانك، هذول اللاعبين يعني مثلا إذا فرانكو إذا فإجينا سوينا مقارنة، منو فرانك ما يقدر يلعب، بكاري جيد كان، ردنا أفضل من عدة، أنه سعد ناطق، طلع سعد ناطق مصاب سابقا، عدة إصابة يعني هذا اللي تكلموا وراها بعدين الناس ولا ما اعرف. زين، فاختاريت من الاربع لاعبين سدري، قلت لك عندنا حسين جبار، قلنا ردنا لاعب مهاجم، يعني مهاجم يعني قريب على ايمن، قريب على مهند، يعني ممكن اختلافات كثيره، عرفت علي؟ عندك لاعبين، وعندنا ذول اللاعبين اثنين، اللاعبين اللي مو نقول بلاي ميكر، وانما اللاعبين صانعين اللعب، كذلك لاعبين انتقاليين ينتقلون بسرعه للامام. فما صارت. اختاريت لاعب واحد، ويجي هو خلي اللي يقول له اني اختاريتهم، اختاريت لاعب واحد انه كان يلعب بالدوري البوليفي، لاعب اساسي المدافع اللي شمال. جبته لانه ما عندي خيار بعد، انتهت. هذول قلنا لهم يابا روحوا راح نجيب هذول اللاعبين وانتهت. هذا اللاعب. خيرهم احد الاخوان اللي هو وكلاء اللاعبين، هو على مستوى عالي هذا، فقال ماذا هذا مو زين، اني ارجع هذا كذا، اجوا مو زينين، وفلوسهم كانت اكثر من اللاعبين اللي انا بدي اجيبهم، يعني الرواتب مالتهم. ومحمد قاسم منو طلع؟ محمد وصل مرحله
قلت لك هي هاي المشكلة اللي صارت اللي ثاروها هواية الناس اللي صارت بالملعب ثاروها، بس يعني هي شغلة بسيطة، بس محمد هو شان يريد يطلع خلاص انتهت يعني نفسيا. لا لا ما هو يعني يعني هسه تتصلون بي تتكلموه عادي. اجى اكثر حتى من وراء المشكله صارت اجى علي قلت له بسيطه ان شاء الله روح ارتاح انت هسه وبعدين اتكلم. خابرني والده وخابرني هو واجى يمي قال انا بعد ما اقدر لانه تعبت يعني من هالامور. اما اللاعب اذا يريد يلعب او ما يريد يلعب هذا مو 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 يعني مو مشكله اللاعب، هاي احنا نلعب زين. هسه لو رجعوا واتصلوا بيك وقالوا لك تعال وين وارجع ارجع درب الفريق مره ثانيه؟ لا أبداً. ابدا في ظل هاي الاداره لو ما ترجع للجويه نهائيا؟ لا 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 ابدا هم في ظل الاداره أبداً. اذا بقت هاي الاداره ابدا واذا اداره جديده اكو يعني اخوان اثنين ثلاثه اقل اكثر طيبين يعني يتحملها اكو ناس تتحملها يعني بالاساس وانا احملها قائد قوه الجويه كلها كلها يتحملها قائد القوة الجوية؟ يعني إيه لأنه هذا نادي لازم يكون رئيس نادي قائد قوة جوية يعني على مر السنين هسه يحسبها. شفت فد يوم رئيس نادي مقائد قوة جوية؟ صح مو؟ نعم كلها ولا أنا غلطان؟ لا صحيح يعني صارت ظروف أوكي ماكو إشكال بس أنت قائد قوة جوية لازم رأس الهرم هذا نادي إلك تابع إلك صح إجيت كم تجي آخر فترة بس هذه ما انت الكل بالكل بالنادي الك الك وزنك الك حضورك الك تقييمك الك هواي امور بحيث تساعد النادي بالتطور مو ان اليوم النادي مثلا ظل في تدهور في مشاكل في تدهور في مشاكل يعني شنو اليوم يقول لك انا يعني اليوم بالاتحاد يقول لك ما ادري كم لاعب مشتكي على الجوي ما اعرف ايش قال هواي ما اعرف ما اعرف قالوا مشتكين على الجوي مشتكين عليهم لأن يطلبون مبالغ مالية ما أعرف ذاك اليوم ما اليوم ما قال مطلوبين 11 مليار معقولة يعني وصلني هذا الرقم بأنه 11 مليار مو 11 مليار اليوم هم يتكلمون يقول لك 11 مليار مطلوب زين شنو 11 مليار شنو 11 مليار زين هنا هسه احنا نرجع لموضوع جدا مهم بس حتى أنهي وأقلب صفحة بهذا الموضوع يعني أنت المحترفين لم تتدخل نهائيا بالبدايه ولا العلاقات بالبدايه هذول حتى وراها قلت لك جبت لي لاعب واحد بس واحد لاعب جبت بس انا قلت لانه هذا اي طبعا اللي صاروا ثلاثه اللي الارجنتيني والكولومبي والاخ من رواندا اعتقد ما ادري منين لا ما لانهم ملاعبين ملاعبين يعني ملاعبين بالدوري مستمر بس الاخ الوكيل اللاعبين اللي جابهم فاتفقوا ويا يعني انه على مسؤوليه هذول لاعبين جيدين لانه زينين ويلعبون بالدوري وكذا. وانت شفتهم وزينين؟ ما لعبتهم. ما لعبتهم؟ ما يعني ما لعب بس لعبت كان عندك بول. افضل منهم؟ اكيد عندي لاعب لعبت اللاعب الارجنتيني ما كان بالمستوى اللي زين. قبل لا اختم ملف القوة الجوية وطولنا هواي بالملف هذا عادي خلص رسالتك لهم الأخيرة للإدارة يعني اولا الانسان كل ما يكون بالاداره قابل للاخطاء ماكو واحد ما يخطئ بس من تكون على خطا مو اني يومي الخطا متواجد متوارث 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 بحيث يوصل الى مرحله يعني الاخطاء من تكثر بعد ما حد يرحمك وصلت الى مرحله اعتقد تشوف انت السلام فأنت لازم تستفاد من أخطائك. أنا اليوم أخطأت مرة مرتين ثلاثة أربعة أكو حل لو ماكو حل زين أنا من أكون مطلوب مليار لو مطلوب غير أنا أوفي هذا المليار أقدر أشتغل على هذا المليار زين لا سامح الله باشر عقبة وقفوك عن التعاقدات الجديدة شو تسوي صح ولا أنا غلطان صح شو هذا نادي لازم يستمر هذا النادي إذا موجود أيوب موجودين هذول باشر عقب ما طلعون غيرهم يطلعون تجي هاي إدارية جديدة ناس جدد ناس يعرفون شلون يشتغلون زين موضوع هذا صار من الماضي مو أكيد ماضي زين يعني أنت
في بعض الأيام قد تكون الأيام القادمة، السنة السنة القادمة، الموسم القادم ترجع في حال إنه الإدارة مو هي نفسها هاي الحالة. مو شر، مو رجع الجوي، شو العلاقة الجوية؟ زين. والأخبار خيارات اللي أنا أفكر بيها ممكن. أي. يعني ممكن تروح غير نادي. أروح غير نادي ممكن. أروح وشنو هاي الأخبار اليوم اللي من البارحة واليوم؟ وهي. أيوب أودي شو اقترب من تدريب الشرطة؟ لا ما حد ما اتصل. ولا أبدا. يعني هذا الموسم أتمنى شنو؟ أتمنى أن يعني أحمد مدربه عني وهم جبته مره مساعد وياي، يعني من الناس اللي تحب تطور نفسها واتمنى له الخير. يعني انا اكثر من مره بتكلم وياه اتمنى له الخير وفريقه زين، لكن بعد بعض الاحيان الظروف والضغوطات العاليه عليه قد يعني تصير سوء النتائج. ماكو عرض اللي دا يلعب؟ نعم. ماكو عرض ولا لا لا عرض ابدا 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 نهائيا ابدا. انا صريح اقول لك زين، يعني انت هذا الموسم خلينا نقول انه لحد الانتقالات الشتويه انت مو يعني اقول لك يعني نوبات ناس تكلمني بس اقول لهم انا مو وقتها هسه بعدين مو وقتها بعدين يعني بعدين فما عندي يعني ايش زين. الدوري هذا الموسم شلون جاي تشوفه؟ يختلف عن الموسم الماضي يعني؟ لا فنياً. الموسم الماضي افضل افضل فنيا جماهيريا اللاعبين جيدين اكثر، الأداء أفضل، بالإضافة إلى المنافسة أفضل. يعني مثلا أنا شفت يعني مثلا الفرق اللي كانت تلعب يعني تلعب لعبنا بالكوت ولعبنا بغير يعني كلها تنافس وكلها إلها يعني من تلاحظ يعني ماكو فروقات كثيرة بالأداء، ماكو فروقات كثيرة، ولهذا يعني أغلب اللاعبين كانوا جيدين. وأتمنى يعني العام الماضي يعني لو قسم اللاعبين لحد الآن زينين يعني يكونوا لازم ضمن المنتخب، وأتمنى أنه يكونون ضمن المنتخب. زين، أنا ما أريد أقول لك كيف تقيم عمل كاساس لأنك مدرب. يعني أعرف أنا ما أريد أقول لك هذا، لكن شلون نشوف المنتخب الوطني بالتصفيات؟ يعني أنا ليش قلت لك ما أريد أسأل؟ لأنه ما ينسأل لازم هذا السؤال اللي مدرب. أنا ما أتكلم على هذا، مو 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 شغلي ولا مو شغلك صح، لكن كرؤيتك أنت الفنية للمنتخب الوطني في التصفيات الحالية. أنا أباوة يعني الآن عندك الأفرج مع الفريق يعني الترتيب العالمي هاي مهمة جدا صح صح ولا ممكن تصنيف أي الترتيب العالمي هذا مهم جدا للعالم كلها للاعبين هم يعني كل جيدة. يعني إحنا يحتاجنا هذا الكلام على اللاعبين على المدرب ما يحتاج له. يعني اللاعب اذا كان احنا نسميه مخترب. يعني احنا شو معرفنا هذا المخترب اللي اجى يعني شو معرفنا به والده من طلع من هو شنو ظروفه كانت صح لو لا صح وراح يعني غير مثل البلد الوالده ولا اخو نعم وليش افتح هاي المواضيع يعني هاي وحده يعني لها داعي كابتن انا هذا جاي اسوي هو هذا يعني معيبه يعني انت تقل يعني هسه انا يعني منتخب المغرب ثالث على العالم رابع على العالم بالتصنيف كلها يعني تلعب باوروبا الجزائر نفس الشيء تونس نفس الشيء ما نشوف هذه الحركات اللي تاذي اللاعب او هسه شوف انت كلهم يحكون فرنسي ولا انجليزي ولا المغاربه يعني اللغه هو مغربي بس لغه الام جزء ما يعرفها العربي لانه عايش برا والد برا ما حد ما تكلم وياه لأن احنا نجي نفرق هذا فلان وهذا فلان هاي وحده. اثنين صارت عندنا اعلاميا اعلام الداخل واعلام الخارج مو انا غلطان صح يعني عندنا اعلام الداخل عنده رؤيه والاعلام الخارج عنده رؤيه كلها تاثر على اللاعبين المنتخب من الناحيه النفسيه والذهنيه تاثر على اللاعبين وتغذي اللاعبين اكو قسم من اللاعبين مو قلت لك هي المهنيه العامل المهني مهم باللاعبين تتغذيهم بهذه الطريقة. يعني مثلا اليوم مثلا إذا المغترب راح يشوف نفسه غير شكل واللاعب اللي بداخل الوطن نقول له المحلي هنا تتغذى حتى تصير بيناتهم هالحساسية. أنت اليوم ادعم الفريق اليوم احنا ما عندنا غير لعبة لعبتين نصعد كأس العالم هل لعبتين الأخيرة تحاسب الموضوع؟ احنا الآن عندنا يعني أمل العراق يعني بهذا الفريق
يعني إذا كأساس زين ولا ما يعني اليوم دعم، أنا اليوم أدعم المنتخب، أدعم الفريق. ثاني هسه بالتصفيات أي لاعب، أي لاعب يكون هسه مثلا يكون أي لاعب أي فريق أجيبه من الناشئين لاعب بالمنتخب أكون وياه، مو أنا اليوم تعادلت يطلع لي 50 محلل حتى بالعفوا يعني هي مو يطلع باللقاءات يقول محلل للمدرب واللاعب هذا منه جايبه وهذا واسطه وهذا منه داعمه يعني مو عيبه زين. طيب شكرا لك كابتن عيني يعني اليوم جدا سعيد جدا سعيد وياك يعني جدا سعيد واشكر الاخوان اللي يعني اولا على المقدمه شكرا جزيلا يعني اتمنى الخير للجميع واتمنى انه يعني اكيد كل برنامج يكون مع المنتخب مع واجبنا مع الأندية لا 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 أي بس يعني تصير الإيجابيات أكثر من السلبيات مثل الحياة الإيجابيات لازم تكون أفضل من السلبيات كل ما نكون سلبيين كل ما أنه نكون متخلفين أكثر للخير فأتمنى الإيجابيات وهي عندك هذه موجودة وإن شاء الله الخير إن شاء الله طيب. شكرا جزيلا لك كابتن شرفنا ونورتنا اليوم في برنامج هاتريك وسعيد جدا أشكرك بتواجدك شكرا لكم مشاهدينا ومتابعتكم هذا الحلقة نلتقيكم الأسبوع القادم تصبحون على ألف خير وإلى اللقاء شكرا لكم.